السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هتكلم دلوقتي عن خاصية الأبديت ديليفري. خاصية الأبديت ديليفري ديت هي خاصية أضافتها شركة مايكروسوفت في إصدارات ويندوز الحديثة اللي هو ويندوز 10 للناس اللي بتستعمله أو الناس اللي نزلت ويندوز 10 الجديد. الخاصية دي بتسمح لك بإنك بتنزل الأبديت مش بس من سيرفرات مايكروسوفت لكن أيضا من أجهزة أشخاص آخرين. العكس صحيح، إن لو أشخاص آخرين عاوزين يحملوا الأبديت بتاعهم بالإضافة إن هم ممكن ينزلوه من سيرفرات مايكروسوفت، الجهاز بتاعه بيكون احد الاجزاء او بيكون بما ان هو نزل بعض الابديتات التحديثات يعني، فبيقدر ان هو يسمح لاشخاص اخرين ان هم يعملوا داونلودنج للابديت من الجهاز بتاعه. طبعا ده هيبطئ لك سرعه الانترنت بتاعتك، بيفتح بورتس في الجهاز بتاعك. يعني انا متخيل ان هو ممكن قدام شويه نلاقي فيروسات بتلعب على النقطه دي على الثغره دي، او في بعض الهاكرز بيشتغلوا على البورت المفتوح في الجزئيه ديت. عشان كده انا بنصحك والله انك تقفل الخاصيه ديت افضل، يعني بقى بيجي لك من المريخ سده واستريح. الخاصيه ديت عشان تلغيها هتلاقي تفتح هنا نوتيفيكيشن بار ده، بعد كده من اول سيتنجز اختار هنا ابديت اند سكيورتي، بعد كده اتاكد انك هنا على ويندوز ابديت واختار ادفانسد اوبشنز، بعد كده هتلاقي في اوبشن اسمه شوز هاو ابديتس ار ديليفرد اضغط عليه، واخيرا هو ده الاوبشن اللي هو زي ما انت شايف هنا ان انت تكون اون، فهو بيسمح لك ان انت تعمل بي سيز اون ماي لوكال. انت ممكن اجهزه كمبيوترات في الشبكه عندك او على الانترنت ممكن يحمل الابديت من عندك. طبعا عشان تقفلها اضغط هنا اوف، بالتالي كده قفلت الخاصيه خلاص، محدش هيقدر يعمل داونلود من عندك، وانت برضه مش هتقدر تعمل داونلود من عندك، او ممكن تفتحها ساعه ما تحب تعمل داونلود للابديت بتاعك. هي فعليا على فكره بتسرع فعلا تحميل الأبديت. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأشوفكم في درس جديد إن شاء الله.